يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المداومة على هذه التحية تصبح على خير. ما يغني هذا عن السلام، لازم إذا جيت ما تقول صبحك الله بالخير وتبي تكفي عن السلام، قل السلام عليكم صبحك الله بالخير لا بأس، أما الاكتفاء بصبحك الله بالخير أو كيف أمسيت أو كيف أصبحت هذا ما يكفي عن السلام. نعم.